حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج صوتكم. قبل ما نبدأ بموضوع الحلقة نحب نذكر السادة المشاهدين إلى أن قناة الرافدين عندها تردد جديد. نتمنى من كل مشاهدي قناة الرافدين ومتابعي برنامج صوتكم يلزم الريموت ويسوي الإعدادات الجديدة. ترددنا الجديد هو 10727 لاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. أكرر من جديد، التردد 10727 لاستقطاب أفقي على مدار قمر النايلسات. تقدرون تستقبلون التردد الجديد للقناة والبث على هذا التردد، لأنه من المحتمل أنه ترددنا القديم راح يوقف، فحتى ما ننقطع عنكم تابعونا على هذا التردد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بالنسبة إلى برنامج صوتكم، الكل يعرف هو هذا البرنامج نوجد في شاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم، فكل من يحب يشترك بالبرنامج هذا الرقم أو هاي الأرقام اللي ثلاثة تشوفوها قدامكم تقدرون تتصلون على أي رقم من هاي الأرقام، إضافة إلى رقم آخر مخصص إلى داخل العراق. وعدنا أيضا هذا الرقم اللي تشوفوه قدامكم هو رقم برنامج الواتساب، لكن برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل بأي اتصال. أنوه عناية السادة المشاهدين أنه برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل بأي اتصال، فعذرونا، الاتصالات فقط على هذا الرقم وعلى الأرقام الأخرى تقدرون تتصلون بنا ونسمع آراءكم. بداية، الكل يعرف أنه العراق يعني مشاكل هواية، الكل يعرف أنه العراق ما وقفت بالاعتقالات، الاعتقالات التعسفية بالذات، والكل يعرف أنه قضاء طارمية أكثر الأقضية بالعراق اللي تأذت نتيجة الاعتقالات التعسفية، فكل فترة أكو مداهمة، كل فترة أكو حملة أمنية بالمنطقة، كل فترة أكو عشرات الأشخاص يعتقلون وما حد يعرف مصير هؤلاء شنو. لكن لما نشوف الأخبار وأكو جهة ميليشياوية عندها صواريخ ومنصات صواريخ، والحكومة واللي اعتقلوهم يقولون لقينا عندهم منصات صواريخ وخبير متفجرات واعتقلوهم كم يوم وطلعوهم، بينما المواطنين يعتقلون هواي بأرقام كثيرة، أرقام ما تنوصف، وذول المعتقلين ما حد يعرف مصيرهم. بالمقابل نلقي هاي الميليشيا اللي مصنفة على لائحة الإرهاب عند الولايات المتحدة الأمريكية، واللي اعتقلوا 4 من عندها وقالوا عندهم منصات صواريخ وخبير متفجرات، البارحة معتقلين مدير منفذ القائم ومعتدين بالضرب على موظفي الجمارك بمنفذ القائم. يعني هسه الدولة بيد منو؟ العراق بيد منو؟ العراق بيد الكاظمي وجماعته، لو بيد حزب الله، لو بيد العصائب، لو بيد بدر، بيد من؟ منو دا يحكم منو؟ أنا خايف باكر عقبه الميليشيات تسوي مكتب القائد العام لرئيس الوزراء، لأنه فعليا هو تابع لهم، ويطلع لنا مصطفى الكاظم يقول والله أنا تابع إلى المكتب القائد العام لرئاسة الوزراء، وراها ما ينفذ قراراتهم. بالضبط ما هم دا يسووا، لأن هم فعليا من المفترض مثل ما قالوا أنه الميليشيات تابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة، وأنه القائد العام للقوات المسلحة هي تأتمر بأمره، وأنه القائد العام للقوات المسلحة هو المسيطر على السلاح في الدولة، وصدعوا روسنا بهذا الكلام. بالمقابل ما بهم واحد من أي ميليشيا، لا العصايب، لا بدر، لا سرايا السلام، لا حزب الله، لا النجباء، هواية هن ما أقدر أعدد أساميهم لأنه ما ينعظن، ولا واحد بهم ينفذ قرار واحد أو أمر واحد يقول القائد العام للقوات المسلحة. بالمقابل أنهم دا يسيطرون على منافذ ودا يسيطرون على مؤسسات ودا يسوون أشياء المفترض أن الحكومة هي اللي تسويها. فإذا كان منفذ القائم الحدودي أخطأ أو بموظف أخطأ، فحساب المفروض على الدولة وليس على الميليشيات. فأنا يا خوفي
باكر عقبه يطلع لنا واحد بالحشد ويقول أنا أسست مكتب القائد العام لرئاسة الوزراء ومصطفى الكاظم يتابع لنا. فسؤالنا اليوم، العراق بيد من؟ بيد الحكومة لو بيد الميليشيات؟ ويا ميليشيا همنا. أم مريم من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هلا بيك أمه. أستاذ على مود الحكومة، يعني تقول بيد من الحكومة، يعني الحكومة العراق بيد من؟ يعني العراق؟ نعم العراق بيد من؟ بيد وإيران، بيد أمريكا وإيران العراق. نعم. والعراق نفسه اعتقال غير متروح اعتقالات، يعني من يعتقل؟ هو الحكومة هي تعتقل، هم تقول الحكومة مو إحنا يعني هم الحكومة تعتقل. ترى يعني الكاظمي احتكل والحكومة هذا الحكومة الحلبوسي، لا واحد من القائد طلع يعني حكى، ما كلها نايمين، هاي السجناء اللي ياخذوها ويدبوها، هاي هسه كانت طابوا حتى بالسجناء، ماكو واحد تحرك وحكى. حكومتنا يعني كلها يعني ما ادري نايمه ما ادري ايش فيها، يعني ما تنتبه على يعني على هذا اللي يصير بالعراق، يعني اكثر من هذا اللي يصير بعد بالعراق، الوضع هاي بالعراق، الوباء والاعتقالات والخطف. وقبل ايام الخضراء من انضربوا وطلعوهم، ذول السجناء مال الخضراء طلعوهم. لين من عندهم طلعوهم؟ وذول السجناء مالتنا شو ما طلعوا لحد هسه؟ لحد ولا حزاهم، يطلع العزاء وقول 28، وين 28؟ 28 شو 28؟ بس شو اسمه المطار البارحه 75 واحد، الرصاف 83 واحد. نعم. بس يعني بيوم ويوم واحد ويجي يقول 28 لا علاج يطبلهم علاج، لا في حتى فلوس ما يطبلهم. يعني هم بس السجناء يعني حال الظالم حالهم، بينهم وعليكم مخلينا السجناء هيك يعني ما يطلعونهم لاهاليكم. نعم. ما صار يعني كارثه بالعراق هذا، يعني اسوء من هذا اللي يصير الظلم، يعني بعد شو يصير؟ والحلبوسي محمد هذا اسمه الحلبوسي والكاظمي كل ساعه يطلع لنا يلبس لنا بدله، يشوف لنا بدله مال شو اسمه مال الحج، كل ساعه يطلع لنا بشكل مال الحشد. يعني هذا لو خليناها على عادل مهدي، عادل مهدي انا طلع شهداء، هو لو خلينا العاد على عادل مهدي احسن، كان ما راح اطلع المظاهرين. يعني هو انطينا دم، يعني انطينا دم في سبيل العراق، العراق انباع، العراق من زمان انباع، مو اليوم من البارحه انباع، حتى النفط ضار النفط، مو استفادين من النفط، احنا ما نستفاد، استفاد منا امريكا وايران، شعب ما استفاد، واحنا نطلب من عندهم يعني يعطون العفو لهالسجناء هاي، يعطون عفو عام، يعني لا تنقطع عفو عام، لا تقام بعيونهم، خلي يعطون عفو عام. ما يريدون الشعب خلي يكون، ايش كان يسوون بالشعب هذا؟ يسوون بالشعب كلامه؟ نريدهم شو العقل؟ ما نريدهم. من الحلبوس يحط ايدك، ما نريدهم ولا برها صالح، ما نريدهم ذولا. يجون ناس يحكمون زينين، هم حكى الاسلام وقال الاسلام، وين الاسلام؟ يعني يحسون بالدين وماكو دين، حتى الدين عندهم قبل الله ونعم الوكيل عليهم. نعم. أنا أشكرك تعالي. شكراً لك أم مريم. لا شكر على واجب أختي العزيزة. أبو فيصل من السعودية حياك الله. أبو جاسم السلام عليك، كيف حالك؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام. الجميع لك وتحية للغناء وكادرها والمتصلين العراقيين. حياك الله. كلهم متصلين. أستاذ العراق هو بيد الميليشيات وليس بيد الكاظم. الكاظم أستاذ هو فاشل من أول يوم، يعني الرجل ما بده شيء، ما جايبينه حل ترقيعي، لا يحل ولا يرقى. نعم. شكرا لك ابو فيصل، انقطع الاتصال بك، نتمنى تقدر ترجع لنا مره ثانيه وتكملنا فكرتك الى الاخير. يعني بقضيه الاعتقالات خلينا نفسرها، البارحه بالطارميه او اول بارحه بالطارميه اعتقال 50 شخص، وحسب بيان هيئه علماء المسلمين انه العصائب والقوات الحكوميه سيطرت على مسجد الرسول بمنطقه عبايتش ومسجد اليقين في منطقه المصلحيه بقضاء الطارميه، وحولت ذني المسجد الى ثكنتين عسكريتين، وهاي الممارسات تعيد الى اذهان ممارسات اجراميه سابقه، واعتقال 50 شخص، وشهود اكدوا ان القوى المشتركه اعتدت على النسوان بالضرب والإهانات والتلفظ بعبارات طائفية، واعتدوا على الأطفال أيضا،
نطلع من الطارمية من بغداد نطب بمحافظة صلاح الدين، أهالي منطقة مكيشيفة يقولون أنه ميليشيا السرايا ترافقها قوة من الحشد العشائري تقوم بمداهمة المنازل ليلا وبطرق همجية، ويكسرون البيبان ويستخدمون قنابل صوتية ويستخدمون الرصاص الحي. هذا الشيء اللي يؤدي إلى 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 إرهاب الأطفال، إلى إرهاب النساء، يؤدي إلى تخويفهم، إلى ترويعهم. وأنه 50 مدني أعزل من ضمنهم أطفال ما تتجاوز أعمارهم 11 سنة اعتقلوا من قرى ناحية مكيشيفة واقتيدوا جميعا إلى أماكن مجهولة. أفرج عن البعض منهم زين بعد مساومة أهلهم. يعني الإفراج إجى بعد أن ساوموا أهلهم على مبالغ مادية. شو تردون يسموها؟ خاوة، أتاوة، ابتزاز، شو تردون يسموها؟ سموها. يعني هو المعروف بالطبيعي إذا أكو شك على واحد أو أكو تهمة على واحد أو أكو واحد تبلع على واحد أو أكو علامة استفهام على شخص معين يعتقلوا، يطلع بريء يقولوا لا روح الله وياك، يطلع مذنبي يروح إلى محاكمة، أكو إجراءات قانونية، أكو لجنة تحقيق وراها قاضي تحقيق وراها محاكمة وهيئة الدفاع، ممكن هيئة الدفاع يفند هذا كله ويبين بالأدلة أنه هو بريء وهم يطلع. أما إذا كان مذنب يأخذ حقه إن كان القضاء عادل. أبو زكريا من كركوك حياك الله. الله يحفظك يا 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 تاج العراق يا يا. لا عمي لا، أني ابن هذا البلد وأني صغير أمام العراق. لا أنت وردت العراق. نعم. بس أريد شيوخ والإخبارية بالسن هذا الرجل كان يقاتل والإيران قد قتل من العراقيين، قد قتل من العراقيين وسينتخبونه يا زهير منصور ما حد يقدر يحاكي، قد قتل من العراقيين. هذا الرجل كان نائب عريف وحدتي وتحت أمرتي، من أسروه بال83 الإيران طاروية توابين قام يلزم الجندي العراقي خاصة من واحد لواء 65 قوات خاصة يشدهم السيارات يسوهم مسلطين. هذا العاملي هذا صاير يحكم العراق مع الأسف على شيوخ العراق على جنوب العراق قد قتل من عندهم يا نعم يا أسف قد قتل من جنوب العراق والله العظيم. يعني راكبات كل السيارات خاصه تكريد ما تكريد كلها واصلات كانوا يظلون الجيش العراقي القاتل هم من جنوب العراق. هذا العامل قد قدم من الجيش العراقي قد عذبهم وحتى اساسايل وطني مقاوم والله بس اريد العراقيين يجاوبوني. هذا قد قدم من الشباب العراق وينهم؟ ايش ما يحكون؟ الميزه العراقيه ليش ما يحكون يا ابن ياسر؟ قد قتل هذا من ابناء العراق من ابناء الجنوب قتل هذا. واشكرك ممنون من عندك. نعم. شكرا لك ابو زكريا من الكويت. سعد حياك الله. حياك الله الدوم يا استاذي، ولكن انا عندي سؤال مطروح للشخص الكريم. تفضل. يا استاذي انا عندي حكايه اريدك تسمعها ولكن لا تعصب علي يعني. نعم. من هو صاحب القرار؟ صاحب القرار من هو صاحب القرار؟ مش البرلمان والحكومه يا استاذ افل؟ نعم. طيب ما دام صاحب القرار يا استاذ اداره الدوله بيد البرلمان والحكومة، فلماذا لا يعطوا كل عراقي أو عراقية ربع مليار لإصلاح مثلا وإعمار العراق يا أستاذي؟ هذا هو سؤالي أمس لك، لكني أنا أمس ما سمعتك عدل كويس يعني. وبعدين أستاذي أنا عندي واحد كان سيد عراقي
يقول الأستاذ هو الذي يمشي الحكومة على مزاجه، فما رأيك يا أستاذي الكريم؟ وتحياتي لك وللبرنامج وشكرا لك. شكرا لك أخ سعد. أما بخصوص أسئلة يعني أنه أنت سألتني تقول لي من المسيطر أو من صاحب القرار، هو هذا سؤال حلقة. سؤال حلقة أنه العراق اليوم بيد منه؟ بيد الحكومة اللي رأسها مصطفى الكاظمي، لو بيد الميليشيات، وإذا بيد الميليشيات يا ميليشيا منه؟ فهذا هو سؤال الحلقة اللي نتمنى أن السادة المشاهدين يجاوبون عليه. أما في خصوص أنه البرلمان هو المتسيد، فإذا تجي على الدستور اللي هم صدعوا راسنا به، البرلمان العراقي هو المشرع، والمنفذ اللي هو رئيس الهيئة التنفيذية أو السلطة التنفيذية اللي هو الحكومة المحلية أو رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية هي منصب شرفي، أما رئاسة الوزراء فهي أعلى سلطة بالعراق في النظام المحاصصي اللي جابوه بال2003، اللي حاليا الشعب العراقي ثائر على هذا النظام ويريد غيره، لأنه أثبت فساده وأثبت فشله وأثبت أنه مبني على باطل، وهو المحاصصة الطائبية والتفرقة ما بين الشعب العراقي، ما بين عربي وسني وكردي، عفوا عربي وكردي وسني وشيعي وصابئي ومندائي، وهذه التصنيفات اللي ما عرفناها إلا بعد عام 2003. أما في خصوص أنه أعطاء أموال إلى الشعب العراقي والتدقول ربع مليار إلى كل مواطن عراقي، اللي هم من المفترض 33 مليون مواطن عراقي، أحب أبشرك أنه مصطفى الكاظمي بلغ بعد ما استلم الرئاسة الوزراء أن الخزينة العراقية شبه فارغة والعراق على وشك الإفلاس. أم أزهار من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. أما بالنسبة لصاحب القرار، إحنا وين هي؟ وين الحكومة حتى صاحب القرار؟ نعم. هي وكل واحد يطلع من صفحة ينطي قرار. نعم. هي ماكو التزام، لاكو دولة ولاكو حاكم ولاكو حكيم. أبو الحكومة يحكي بكيفه، وأبو البرلمان يحكي بكيفه. نعم. والمشيريات تحكم بكيفها وتكسل بكيفها وتسلب يومية، ويومية هاجمي لك على مدينة، ويومية هاجمي لك على بلدة، وحابسين الأمة. فوضى، ماكو دولة، ماكو. يقولون بعد ما يستحون يطلعون بالقنوات ويصيحون دولة. يا دولة، لا دولة، لا دولة ولا قانون ولا أكو حكم ولا حاكم ولا حكيم، ولا عندنا كل شيء. ما عندنا احنا هم جردوا هذا البلد من كل شيء، وهي هذه ما تريده امريكا واسرائيل وايران، بالذات ايران. لا. اللي لا. سلموها العراق بيديها، وهي هذا العامر اللي كان هو 8 سنوات يضرب الشعب العراقي، 8 سنوات وقاعد بمنصب ويحكي ويتكلم ويبوق وما يلحق، هو وكل اللي اجوا من هذا العامري الى الحكيم الى المالكي. المالكي يوم يطلع لنا فتوى، يوم يطلع هو شنو هو اكو حكم هسه؟ هذا يا الكاظم يفتهم هسه؟ ها، هو يقول انا حاكم منصدق، ها، وجاي اقضي على الفساد. اول ما يلزم هذا المجرم اللي جاي يطلع يوميه بالتلفزيون ويحكي عن الحكومه مالته الفاسده المالكي اللي دمر هو دمر العراق 8 سنوات، هو سوى الطائفيه، هو اللي باق، هو اللي نهب، هو اللي سلب، هو هياته قاعد كل شيء مسواله. ها، من الفاسدين اللي باقوا ونهبوا وقتلوا وهاي طلعوهم وقالوا هذول الفاسدين؟ بس نسمع الفاسدين. لكن ماكو حاكم يجينا شجاع، ماكو شجاعة، ماكو، ما عندهم، ما عنده هذا الكاظم، ما عنده قدرة على الشجاعة حتى يقدر يحكي منصدق. لا، وهو يعرف كل شيء، لأنه هو يعرف منو باق ومنو نهب ومنو سلم ومنو بده يقتل كل الزين، لأنه هو مخابرات ويفتهم كل شيء، لكن ما عنده الشجاعة اللي يحكي بيها، لأنه هو يدور منصب بس يطير عمر. كل من يجي يدور منصب وفلوس يبوق وينهب ويطلع،
اما اذا الخزينه يسلموها فاره فطبعا تسلموها فاره، هي يوم من 23 الى هسه يا يوم الخزينه امتلت بجيوبهم، جيوبهم ملوها بالعقارات اللي برا وكل تمتعوا بها. ان شاء الله سموا دقنبوت على كل من اخذ فلس احمر من العراق، سموا دقنبوت على كل من بهدل هذا العراق، سموا دقنبوت كورونا ان شاء الله على كل من اذى شباب هاي العراق وشيوخ هاي العراق واطفال هاي العراق، وان شاء الله حبتنا تبين اليوم او باكر او بعد باكر. ربك على الظالم ان شاء الله. وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ام ازهار. سيف من الانبار كان من المفترض ان يدخل ويانا لكن انقطع الاتصال مالته. اتمنى يا سيف اذا كنت تسمعني حاليا انه ترجع تتصل بينا حتى نسمع رايك. اما الان وياي من الديوانيه ابو محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حياك الله وحيا هاي القناه الشريفه. تحيا ودوم ان شاء الله. هاي القناه العراقيه. واجبنا. الله يبارك فيكم. هاي القناه اللا ضعيفيه. الحمد لله والشكر. الله يحفظك يا بعد قلبي. يسلمك ربي. تفضل ابو محمد الهواء لك. تسلم لي الغالي. احنا هسه حاليا ماكو عراق، لا تقول عراق هسه حاليا. نعم. لا تقول عراق هسه، اذا ما الله يخلصنا من الاحزاب هاي. يلا نخلص ونقول اكو عراق. يا اخي شبابنا راحت، نسائنا راحت. نعم. يا اخي شبابنا راحت. علاجات ماكو. لا تلاقيك ابو الشرطه ابو المفرزه يقول لك حطكم ماما حط شفوف لا عاد ها رواتب ماكو. عالم ما عندها يا عراق هذا يا دوله خذوا حلوا الدول هاي الكويت يعني تقول الباب عليهم وتعطونهم القوت مالهم. احنا هسه ما نريد نجيب النظام السابق. يعني هذا كان النظام السابق قبل يعني عاد قبل كان نجيب المواد الغذائيه والله حتى ملينا من عندها. انطوا العالم انطوا العالم بس البوك هذا انطوهم وخذوا يحترمهم بالبيوت. العالم هسه قاعد تموت بسببنا. سبب هاي الدولة؟ ما اخي دولة يا اخي. دولة ما عندنا دولة هاي بالإشاد دولة انا احكيها بصراحة. وانا اتحدى واتحمل مسؤولية. نعم. دولة بالإشاد دولة بوك سرقة ونتمنى من مصطفى الكاظمي. أنا يضرب من حديث. التهديد ما تهديد والله اذا استشهد هذا ينحسب اذا تمثال بالعراق. والله العظيم. يا اخي شنو ذهبنا؟ نعم. يعني كل بيت فيه مأساة. يعني الاخ بعد ما يوصل لاخوه ليش شنو السبب؟ يعني هذا مصطفى الكاظم جاب له وزير، جاب له وزير الصحه قاموا تعاندون وياه، قاموا يضمون القنانه مال الغاز، قاموا يعتدون على الكادر الطبي. على مود يمللونه، حطوا له بدر ما عندي ما لا اعرفه، لا هاي الله يشهد اقول بركة الله سبحانه وتعالى جاب لنا هذا الشخص رحمه للشعب. يا استاذ كاظم يا رئيس وزراء هذا شعبك امانه وديت انا عده مرات بالتعليقات قلت له هذا شعبك امانه. عيبهم ذولا اللي قاعد يضربون صواريخ على الخضراء، دخل يضربون على الامريكان اذا بيهم خير. ليش هيكي؟ ليش هالعرب قتلوا العالم قتلوا ألف شخص والمتظاهرين والجرحى كذا؟ من هذي حاكمهم هسه حاليا؟ اعطيني يعني مو كل يجي رئيس وزراء يقول سأحاكم سأقضي سأكذا ويعني ما كل شيء. يا شعب انتهى شعب انتهى. جاء الكورونا بس لك شعب تجي الكورونا ما تجي للخبراء. نعم شكرا. نعم شكرا 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 لك ابو محمد. يعني ابو محمد قال كلمه يقول وصلت بالرسائل بالتعليقات بالبوستات وهسه حكاها. يقول انا احب اقول للكاظم انه هذا شعبك امانه. ابو محمد هم ليش عرفوا الامانه؟ حفظوا الامانه اصلا ذول اللي جو من 2003 لليوم. كانوا حفاي صاروا مليارديريه براس الشعب. كانوا قاعدين بالبلدان على المساعدات كذبوا على العالم ان العراق عنده اسلحه دمار شامل
جوا على ظهر الدبابة الأمريكية حفاي، واحدهم هسه مالتي 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 ملياردير، نائب بالبرلماني، معلم بمدرسة لولو، لو يشتغل أستاذ بجامعة ما عنده غير راتبة يطب للبرلمان، يطلع من الدورة يصير عنده راتب تقاعدي 50,000 أو 60,000 دولار بالشهر. ليش؟ ما حد يعرف، بس إنه هذولا دا يشتغلون. إيش دا يشتغلون؟ ما حد يدري. بس انباق العراق، النهب العراق، ثروات انتهت، الزراعة الصناعة التربية ما أعرف شنو انتهت، قضوا على كل شيء موجود بالعراق ويقول لك إحنا دا نشتغل راتبنا تقاعدي. فهم ما عندهم أمانة. هم لو عندهم أمانة كان سمعوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال: أخاف أن تتعثر بغلة في العراق فيحاسب عليها عمر لما لم يمهد لها الطريق. فهم ما عندهم هاي الأمانة أخوي أبو محمد. هم لو عندهم أمانة ما تشوف حال السجناء هذا حالهم. هم لو عندهم أمانة ما تشوف حال النازحين هذا حالهم. هم لو عندهم أمانة ما يتحاسب واحد بجريرة فعل ثاني. هم لو عندهم أمانة ما يتحاسب مواطن واحد لأنه عنده أخ أو ابن عم أو ما أعرف شنو مخالفهم. هم لو عندهم أمانة كانت المواطنة رقم واحد بالعراق. خلي يشوفون بلدان العالم إيش دا يسوون المواطنين هم. أبو تيماء وياي حياك الله. حيا وتبقى أخويا عزيز. الله يسلمك يا رب. تفضل أخويا. جازي السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي إحدى الموظفين الشريحة المتقاعدين. نعم. حيا وتبقى. إذا أمكن لي أبو تيماء تنص التلفزيون وتسمع من التليفون تكون المكالمة أسرع. نعم. أستاذ العزيز. نعم. إحدى رواتبنا قليلة جدا. والآن استقطاعات بها. وتاركين كل 40 يوم يلا يوزعوننا مرة. وإحنا صاحبين عوائل وخدمنا هذا البلد، خدمناه بقلب النظيف والساطين. ولكن مع الأسف على البرلمانيين وما أسف على الحكومة اللي رواتبها يعني بالملايين ورواتبها بالمليارات. يعني ما يقصون منهم ما يأخذون منهم. ليش على الشريحة المسكينة الضعيفة؟ نعم أبو تيماء إذا تسمح لي، أنت قلت لي متقاعد، وين كنت تشتغل؟ نعم دائرة الماء. نعم دائرة الماء. دائرة الماء. زين إيش قد خدمت بالعراق؟ 41 سنة و10 أشهر. وإلك طولة العمر يا ربي. إذا تسمح لي وما بها أي تدخل، بالله الحكومة نعم. العراقية إيش قد حسبت لك تقاعد؟ والله حسبت لي 536,000. إيش قد؟ 536,000. يعني الحد الأدنى. هو هذا الراتب اللي يطول الأدنى. يعني فعليا حسبت لك خدمه 16 مدري 17 سنه. نعم. والباقي يعني اعذرني، الباقي شمرته ورا الظهر او بالزبل ذبته. اي نعم. وثاني شيء احنا تبقى الراقدين من عندهم. نعم. قالوا 160 بالشهر الاستقطاع، هسه على الاستقطاع سووه 420,000. نعم. 430,000 والله ما الله. ربي يفرج عنكم ابو تيماء. يا استاذ العزيز تعالي، عندي مرض وعائلتي عندها مريضه وراي راجع تعبت مني للمطرح خارج العراق على مود فتح صدري. الله يا ربي يشفيك ويشفيك يشفي كل مريض عندك يا ربي ويخفف عنك. بس انت هسه انا اشكرك جدا على هذا الاتصال. انت هسه بينت للساده المشاهدين وللحكومه، يعني واحد يقول لك انا عندي خدمه 41 سنه و10 اشهر. 41 سنة هو يخدم بالعراق، 41 سنة هو يشتغل حتى يوفر مي لهالبلد، 41 سنة هو بوظيفته حتى ما يقصر بيها، يجي يحسب له راتب تقاعدي 530,000 عدا الاستقطاعات، والاستقطاعات مثل ما قال 420,000. وواحد يجيني مهتلف صعد بالتزوير طب للبرلمان كل شيء ما يسوي، ما حد يعرفه. اكو هوايه من ال 328 ما حد يعرفهم، نعرف كم واحد ذول اللي طلعوا بالتلفزيون وعجوا والبقيه ما نعرفهم. حاط رجل على رجل ما خدم البلد يوم ياخذ له راتب الملايين.
هاي المقارنة اللي الشعب العراقي ثار عليها، هذا الفساد اللي ثورة تشرين قامت من أجله، هو هذا حال العراق اللي يخدم بالأربعين سنة حالة من حال أبو تيماء، وهوايهم هوايهم من اللي شريحة المتقاعدين مظلومين، واللي ما يخدم العراق يوم ملياردير صار. أبو بكر من الإمارات حياك الله. مرحبا. مرحب. شلونك أخويا؟ هلا بيك أخوي. طبعا يعني أنا هيك مداخلة رحمة الله خصوصي. بعض المشتركين يعني الله يبارك فيهم، هذا الكاظمي معود هذا راح يقود الدولة زين، وهذا الكاظمي راح يسوي هيك وهذا هيك راح يجيب. عمي هاش فيكم انتم عمي العراقيين صارتم 17 سنة يخوطون بهالمي زين، يجيب الطاسة ونفس الطاسة ويجي يقلبها، ليش هو شو هذا كان مو كان وياهم بالامن مدري وين على اساس بالمخابرات زين. عمي احكي لك شغله يسمعوا العراقيين، نعم، هذول ما في الطبقه السياسيه خيرهم ما يصير مدير مدرسه سامع مدير. عمي هذا المالكي، هذا المالكي صار رئيس وزراء دورتين، هذا خليه مدير مدرسه يحولها الى ما ادري شيء يعني ما يقدر يدير تسوي شيء اخي. والله ابو بكر حتى مدير مدرسه حرام بي، لان مدير المدرسه يربي اجيال. لا هذا يا ربي اجيال، هذا يهدم اجيال هذا. نعم زين، ف بدي اقول لك يعني احنا جبناها على المناصب وهاي وذولا هذول اخي تدري شنو، عباره عن ناس مرتزقه زين، هذول عباره عن ناس مرتزقه، واصلا هم ما جايين يحكمون، ترى اللي يريد يحكم بلد ما يسوي هذه السوالف الذهب والفساد والبوق والقتل، اللي يريد يحكم بلد اخي كريم يحكم البلد ها، حتى لو يريد يبوق بانصاف زين، نعم يعطي حقوق الناس زين، يعطي ولو جزء من حقوق اخي. ذولا تعرف شنو هذول، تعرف شنو نهايتهم؟ امريكا جابتهم، اسمع مني ها، وامريكا راح تشيلهم، اسمع هاي، وانا هاي يجوز في يوم ما ندري عايشين طيبين ميتين، هذول جابتهم امريكا، الاكسبير مالهم راح ينتهي، راح تقول لهم يلا باي باي تشملك. هلا هذول كنيك اخي، فلا يطلع العراق يقول لي كاظمي راح يجيب عراق، كثير العراق عمي يدير الكاظمي قاعد ودازر صورته بالرجلينات، فهذول يعني خير وطبعا الفقره العراقيه هبوا عندهم زين، دخلوا الخبر شوفهم اشتغلهم وين يصير. نعم مشكور اخويا. شكرا لك ابو بكر. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم متواصل وياكم، بس بفاصل قصير ونرجع لكم. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على التردد 10727 أفقي وعلى مدار القمر نايلسات. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. قبل ما نعلق على الفيديو وقبل ما نكمل الحلقة، عندي اتصال من الأنبار. سيف، حياك الله يا سيف. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني والله إحنا هنا هاي المنطقة ساكنين بيها محافظة الأنبار خارج السور، منطقة إبراهيم بن علي. نعم. يعني منطقة راحت انتهكت، كهرباء ماكو، مي ماكو، يعني الحكومة كل شيء ما قدمت
شن سولف يفيد ما يفيد الحكي بعد. راح العراق راح انتهى لخيرات العراق كلها راح خذتها أمريكا وقذتها تركيا والصين وكلها يعني حتى إيران. إيش سووا بالعراق ما تقول لي والناس شو السالفة الحكي ما يفيد. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. هاي بس هاي وسلامتكم. نعم شكرا 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 جزيلا لك أخ سيف. الفيديو اللي كان بعد الفاصل هو أحد مستشفيات العراق. اعتداء المواطنين على الكادر الطبي والكادر الطبي يتعارك ويا المواطنين ومع الأسف حال العراق هو هذا حاله. يعني احنا نوجه عناية السادة المشاهدين خصوصا ذول اللي ما يستوعبون انه الطبيب هو صاحب مهنة او رسالة. اذا ما قدر ينقذ لك المريض مو معناها هو الكتلة. زين إذا كان المريض إجا متأخر أو المستشفى ما بيها معدات طبية أو ما عنده أكسجين أو ما عنده مخزون دوائي أو الحكومة ما دا توفر لشيء ما معناها أنه الطبيب مشارك في قتله، بل مشارك في قتله والقاتل الأساسي إلى المريض في المستشفيات العراقية هي الحكومة اللي ما دا تساهم في توفير الأدوية والأكسجين و الأجهزة الطبية اللازمة والكادر الطبي اللازم. فأتمنى من الشعب العراقي أنه حالة الاعتداء على الكوادر الطبية تقل لأنه طبيب يؤدي واجبه فقط. أما في خصوص اتصال أخونا سيف يقول المنطقة في محافظة الأنبار يقول المنطقة اندثرت وانتهت. حسب المعلومات اللي عندي أنه هاي المنطقة قريبة من منطقة يعني حلابسة أو محمد حلبوسي تحديداً. فاحنا نوجه السؤال الى محمد حلبوسي رئيس مجلس النواب، ايش سويت لها؟ ايش قدمت لاهلك وناسك بالمحافظه؟ سؤال الى كل برلماني من 328 برلماني، كل واحد بيكم من زاخو للفاو، ايش قدمتوا لمحافظاتكم؟ مي، كهرباء، خدمات، تعبيد طرق، رصف أرصفة، بناء مستشفيات، مدارس، ايش قدمتوا؟ وأولكم الحلبوسي ويلحقون نائبين مالته ورؤساء الكتل. ومو بس هاي الدورة، الدورة القبلها والقبلها والقبلها كلهم مساءلين. أي برلماني إجا ودا ياخذ تقاعد هسه ويقول أنا خدمت العراق، شوف حال العراق وقل لي بيش خدمته. أبو أسوار من كربلاء حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا راح أسميها قناة الأفضال. نعم. هاي القناة قناة الأفضال. نعم. هاي قناة الحق. الله يسلمك يا رب. يحفظكم الله. يسلمك ربي، هذا واجبنا أبو أسوار. عندي فد مشاركة صغيرة. تفضل انت على الهواء. اجا فد واحد لأحد الخلفاء قلبي. نعم. واحد اجا لأحد الخلفاء قال له تقولون عندكم رب؟ قال بلى. قال تقولون بأنه يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب؟ قال بلى. قال له هذا الصفوة القاعد اجيبه حبسه بهاي الغرفة. نعم. من أين يأتي رزقه؟ قال له من حيث يأتي أجله، لأن أنت حبست بالغرفة. زين؟ لأن الله مطلق السراح لابن آدم أن يعيش. نعم. مو مطلق السراح أن ينسجن. نعم. زين حبيبي؟ فذولا اقعد ببيتك وخلى الله يرزقك. يا أخي لا أنت مقعدني ببيتي وأنا قاعد بلا جار وعندي 5 أطفال وأرد أعيش. مو؟ نعم. زين منين اعيش؟ وهو الفقر منقصة للدين ومدهشة للعقل. نعم. زين هاي وحدة، وحدة الثانية حكومتنا دولة لو مخابين لو سكاره. نعم. هذا عنده خدمة 11 سنة يعطونه 325. نعم. صاحبه طلع تقاعد اعطوه 500. نعم. اللي يداوم وملوث بالدماء ويمسح ويكنس والمريض على حضنه وزواع المرضى كلها يطونه 325. نعم. هذا يطلع تقاعد يطونه
500 يعني هاي حكم فيش فهي دكتين شون دبروه هذا يا سكران اللي فتها هاي الفتوى زين يعني شون هاي عدالتهم شون بالله نعم يعني اكو عدالة في كل بلدان العالم اللي يعمل يطونا 325 واللي هو يطلع تقاعد باربع سنين يطونا 500 هسا هم يبالله البرنامجين دول حرامية ندري وحي بالملايين مثل ما تفضل جنابك بس هي المشكلة ان انا احضر فقرة هذا يطونا 325 يداوم وخدمته 12 سنة يطلع باربع سنين تقاعد يطونا 500 يعني اكو شيء زين هذا الخطورة مالته 30% وهذا الصيدلاني اللي يخاف تنفجر عليه شيش الكحة او تنفجر عليه الشريط البراسي دول يطون 80% يعني هاي كانت بحكومة عادل عبد المهدي عادل الزويه نعم ما قلت والله احتارينا يعني انا نداويها ومنين نسويها يا عم والله تمد وحتى الحسين هي من فوق لجوا خراب بخراب بخراب نعم شكرا والله العظيم أنا أحب أشكرك أبو أسوار وأعتذر منك بس الوقت راح يدركني وعندي مشاهدين دازيل رسائل واتساب أحب أقرأ أكبر عدد منها. أول رسالة وياي تقول أنا أشكر قناتكم السباقة على هذا البرنامج حلو، أنا أريد حق المواطن، أنا أريد أبويا صار لنا 4 سنين لا هو يعرفنا ميتين لو طيبين ولا إحنا نعرف عنه شيء، بس قبل نشره وصوره على أنه اسمه وين نروح نسأل عليه ما ينطون أي معلومة، نحن نريد نعرف والله أبويا مظلوم حتى ما يطلعوهم، خلي خلونا نشوفهم حتى يعرفوا بحالنا ويطمن قلبه علينا شوية، حرام ترى والله حرام وشكرا. رسالة أخرى، السلام عليكم أخي الغالي، أتوعدكم مشكلة في هندسة الصوت أتمنى تتابعوها بصراحة لهذا السبب الكثير من الناس. تمام شكرا جزيلا لك أخي العزيز وراح نبلغ بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الباري عز وجل، أرجو الاطلاع على المحاضرة لأنها تهدف إلى خدمة العراق. رسالة أخرى، أبو حاتم من الموصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. أستاذ أوجه رسالتي إلى كل عربي يحمل اسم العرب اللي يعتب على كل العرب حكام العرب والشعوب العربية، بل لا أقول الشعوب بل أقول الشعب العربي الأصيل، أنتم أمة العرب، ألا ترون ما يحدث للعراق وشعبه ماذا جرى فيه، إنه بحاجة ماسة لكم جميعا أيها العرب في كل المجالات أهمها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والأمنية، نسيتم وقفة العراق وشعبه معكم في كل الحالات الطارئة والأزمات التي مرت بها الأمة العربية، واليوم جاء دوركم لتردد الجميل للعراق وشعبه الجريح الأبي في كل المجالات ابتداء بالصحة والاقتصاد. السلام عليكم أستاذ أفل، أنا أم محمد بن أنبار، ابني معتقل والله ما أدري بي وين ما وين، الحكومة العراقية هي شو تريد من ولدنا، جاي يتعذب بيهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، الله ينتقم منهم. السلام عليكم، ولو رسالتي طويلة أرجو أن تقراها كلها. أخي بالنسبة إلى الحملة العسكرية بالطارمية، هو أكو مسلحين ولكن منو اللي يدعم هؤلاء المسلحين؟ الله أعلم، هي ما يسمى بالحكومة لأن هي مؤامرة حتى يعتقلون جماعة من أهل المنطقة، ولكن مع الأسف على النواب اللي يقولون إحنا ممثلين للمكون السني صايرين ذيول لهؤلاء المتآمرين علينا. بالله عليكم منو قتل أسرة أسرى العراقيين بحرب إيران؟ مو هم زناديق هادي العامري وقتل وهل الجنوب؟ أريد الشيوخ الجنوب العراق خلي يقتلون هالكفر. أم زينب تحياتي على كل المتصلين. وينك يا مصطفى الكاظمي؟ وين كلامك؟ قلت أنا للشعب، الشعب ما شاف كل شيء منك، ملف السجناء ما تقدر تحله، ما تقدر تفرج عن سجناء، ما تقدر تدير الشعب، الفساد لابس العراق لبس. مصطفى وين الملف اللي كلفت وزير الداخلية وهو ملف السجناء؟ كافي تلعبون بعصابنا، كافي تحرقون قلوبنا، قلوب الأمهات على أولادهم، وتمشون شهر ورا شهر وسنين تضحكون على الشعب. إن شاء الله يا حكومتنا الله يشيلكم بمرض كورونا ويخلصنا منكم. أتمنى أنه يرجع الحكم لإخواننا السنة لأن إحنا الشيعة دائما نتبع إيران. أخوكم من البصرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله بخير أستاذ عزيز، تحياتي لكم ولكافة الكادر، وفقكم الله وناشدكم بسم الله وباسم قناتكم الشريفة. نحن نخبة من المتقاعدين أخذنا سلف من جمعية الداودي والأقساط كسرت ظهورنا، ونحن أصحاب أطفال وإيجارات ومرضى، بيعاز منكم بتقليل الأقساط الشهرية إنسانية لله، حفظكم الله، أخوكم المريض محمد الشمري. السلام عليكم أستاذ، إحنا ما راح نسكت عن حقنا، هو إحنا ميتين ميتين، خلي نموت شهداء أحسن ما نموت بكورونا الحكومة،
ويخسئ الخاسئون ويحيى العراق والله يرحم الشهداء وكان الله بعون المظلومين. السلام عليكم. يبقون العراقي طالبون من كل رئيس صخام ولطام يجي ويحكم ويطب ما يلبي لهم اي شيء كافي عاد ما تعبتوا من دولة. تحياتي لكم. اخر رساله اقراها. السلام عليكم وتحيه حب واحترام الى قناتكم الشريفه الناطقه باسم الحق. اطلب من الحكومه الجديده ان تنظر بحال الفقير ولا تبقى مركزه على شريحه معينه، خلي تنصف وتلتفت للخريجين على الاقل براتب بسيط يغير من حال الخريجين. وتحياتي لكم. رنا من بابل. واعتذر من باقي الساده المشاهدين اللي ما قدرت اقرا رسائلهم. اما بخصوص الشيء الجديد في قناه الرافدين، واحب انوه له انه قناه الرافدين ادها تردد جديد على مدار قمر النايل سات. اتمنى من متابعي قناه الرافدين يلزم الريموت ويروح للاعدادات ويدخل ترددنا الجديد اللي هو 10727 على الاستقطاب افقي وعلى مدار القمر نايل سات. اكرر التردد مره ثانيه، 10727 لاستقطاب افقي على مدار قمر النايل سات. اتمنى تدخلون هذا التردد حتى تتابعون بثنا على هذا التردد ونبقى مستمرين وياكم وتبقون انتم منورين برامجنا ومنورين اتصالاتنا وتبقون تسمعونا ونبقى احنا نختم هذا الشعب على هذا التردد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير ان شاء الله بنفس الموعد بحلقه جديده من برنامج صوتكم. في امان الله.